السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعملكم وصفة كتير طيبة وخفيفة، وبتنعمل مقبلات جنب الأكل، يعني أي أكلي مشاوي أو أكلات تانية مثلا، أو عندكم صحن أكل مثلا بتكون ضبطه جنبه شي مشان يكفي العيلة. فبدي أعمل بتنجان مشوي، رح فرجيكم كيف بشويه. هون كونه غازاتنا ما عندنا غاز، كله على كهرباء، رح فرجيكم طريقة الشوي. أول شي رح فرجيكم شو لازمني. فأنا فاصلي هوني اني بدي اعمل صحن بابا غنوج اللي هو تبل باذنجان بالخضار. في عندي هون قرن فليفلي، قرص بندورة، وبصل صغيري، وزيت زيتون. وبدي اعمل كمان متبل اللي هو الباطرش، اللي بنقول له باطرش حموة، اللي هو بينحط على وجهه لحمي ودبس بندورة. بده لبن اول شيء، بده لبن وطحيني وتوم، هني اساس الوصفة. وعلى الوجه هذا اختياري، بتحبوا تحطوا لحمي مع معلقة بندورة ومعلقة دبس بندورة، بتتحوس بالزيت وبتنحط على وجهه، كتير كتير بيطلع طيب، ويعني تقديمه كتير حلو على السفرة. رح فرجيكم كيف ببدأ بالشوي. أول شيء بعمله هو إني بحط قطعة بيض على الغاز عشان ما يلزق معي الباذنجان. بعلق الغاز وبعدين بنخش الباذنجانات، نخشهم وبحطهم على الغاز. مشان كله يستوي لقلبه، ومشان الباذنجان وقت اللي يبلش يسخن ما يبلش يعني يطالع منه تطريش، او انه يصير مثل انفجار صغير يعني، لكن بصير يطالع سوائل من قلبه. فهلا سمعانين الصوت، بلش الصوت يعني يشتغل. شوفوا انا فيه بالضبط، بتركن هيك بس ليستوى ان شاء الله. بفرجيكم كيف بضبطهم ان شاء الله تكونوا معنا. واذا لسه عم تشوفوا هلا فيديو وما انكم مشتركين، بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وهلا رح اترم الخضرة بما ينشوى. لازم تكون الخضرة تنترم ناعم. هلا في ناس البابا غنوج بحطوا له عصرة ليموني، كمان بيطلع ظريف طيب، بياخد نكهة ظريفة مع الخضار. هلا رح اترمها كلها الخضرة ناعمة، قرن الفليفلي والبندورة والبصلي رح اترمهم ناعمين، عشان بس نشوي الباذنجانات ان شاء الله بنطبق الوصفة قدامكم باذن الله تعالى. مثل ما قلت لكم هاي اكلات كتير طيبة كانواع مقبلات، واللحمة على الوجه هاي اختيارية، بتحبوا تحطوها بتحبوا لا، فهذا شيء اختياري. كنت تعملوه سادة، بينعمل سادة جنب اي اكلي، بتحبوا تحطوا على وجه لحمي، بيتقدم اذا عندكم ضيوف، بيتقدم كوصفة كتير كتير طيبة جنب الاكل. واللبن للمتبل، التوم ولبن وطحيني، لازم ينحط لبن سميك، ما يكون لبن كتير خفيف عشان كمان ما يصير معنا مثل المرقة. خلص ترم الخضار ان شاء الله برجع لكم وقت التطبيق. هلا رح اقلبهم، شوفوا كيف الشوي ظريف، بقلبهم بعكس الاتجاه اللي كانوا فيه. خلينا ناخده من كل الجوانب شوي. هلا تقريبا شوفوا كيف بلش يطقطق قشر الباذنجان، هاي علامة انه ممتاز شغله ان شاء الله. جربوا طريقتي هاي تعجبكم بإذن الله تعالى، خاصة اللي ما في عندهم غاز يعني غاز شعلي، هذا الأمر كتير هيك بريحهم وما بتلبكوا فيه. هلأ خلصت الباذنجان، رح فرجيكم بعد ما شويته الغاز. الغاز ما بينتزع ولا بيتأثر أبدا، هاي طريقة كتير حلوة جربوها إن شاء الله يا رب تدعوا لي عليها. هلأ رح فرجيكم كيف تقشروا الباذنجان وهو ساخن. اذا بدكم تقشروه ساخن قشروه بهاي الطريقه، تفتحوا الباذنجان بس
وبتقيمه قلبها بالمعلقة. وإذا ما بدكم تشتغلوا فيه الرقسان، يعني أنتم ماكم مستعجلين عليه، فينكم تخلوه ليبرد، بس برد بتقب الباذنجاني. أنا قصد بخلي قشرات، بخلي هيك قشرة صغيرة، بحب نكهة قشر الباذنجان، يعطي نكهة الشوي يعني. بتحبوا تنتظروا وعندكم وقت انكم تنتظروا الباذنجانات، انتظروهم ليبردوا، بتا ما بردوا فينكم تقشروهم كتير بسهولة، بتقب القشرة عن الباذنجان وبتغسلوهم. هلا هيك هاي الطريقة كتير سهلة وبلاقيها سريعة وما بتعذب فيها وما بتلكلك بالقشر. شفتوا القشر ناعم بصير وبيعبي الدنيا إذا صار عليه مي. ما بخلي خالص باذنجان، كله بقيمه. نفس الطريقة رح كمل الباقين إن شاء الله وفرجيكم وأنا عم طبق الوصفة. شايفين كيف؟ تنقب أبداً هيك حالة قابي من على القشرة ومستوي. شايفين قلبه ما أحلى أبيض، آخذ هيك لدعة شوي كتير كتير ظريف. هلأ أنا رح أعمل باذنجاني وحدي بابا غنوج، والباقي التنتين التانيين رح أعملهم متبال بعطرش على لحمي ولبن وطحيني وتوم. عادي إذا ضل معكم هيك قشرات صغار ما في مشكلة، لأنه أصلا أنا كتير بحب قشر الباذنجان بالأكل. يعني في أكلات أنا قصد بخلي قشر الباذنجان، بحب أطبخهم يعني أطبخ الباذنجان بقشره. وهذا القشر ما بيأثر، بالعكس بيعطي نكهة شوي طيبة. وهلأ بس خلصهم تقشير بحطهم بمصفاي تطلع منهم المي، لأنه الباذنجان وقت بينشوى بيطلع منه كمية مي، فأنا هاي المي بدي خليها تطلع منهم مشان ما يكون عندي المتبل فيه مي. وهلأ شوفوا لأنه قشرتهم وسخنين تطلع منهم مي. هاي المي رح خليه هون شوي بيصفى من هاي المي، وان شاء الله بفرجيكم اياه وانا عم طبقه ونحن عم نتبل الباذنجانات باذن الله تعالى. وهلا رح اقولكم انا ما بطحن الباذنجان، في ناس بترمه على الخلاط او بالمكسر او هيك، يعني الباذنجان بيفقد نكهته بهاي الطريقه. اذا ترى ناعم كثير وصار مثل المسبحه، يعني ما عاد في نكهة الباذنجان ابدا. يعني الترم اطيب، جربوها هيك وجربوها هيك وخبروني، يعني اكيد رح تلاقوا فعلا انه وقت بينترم بهذا الشكل هيك بهاي الطريقة بيطلع اطيب بكتير من انه ينطحن ناعم. فينكم تنعموه على السكين قد ما بدكم، بس ما في داعي ينطحن لدرجة انه يصير مرهمة، لا. إذا كانت شقف الباذنجان شوي ناعمة ظاهرة معليش. هلا رح فرجيكم تتويلة البابا غنوج. أنا هون مثل ما شايفين ترمت الخضار ناعمة، بصل، قرن، فليفلة، بندورة، بتحبوا تضيفوا عرق نعنع أو بقدونس بصير، بس بقى هاي النكهة هيك ألذ. الملح وزيت الزيتون ما بده غير هيك. شوفوا انا بترموه بالسكين، ما بطحنه ابدا على المكسر نهائيا، ما بقرب عليه انه يطلع ناعم، انا ما بدي يطلع ناعم مرهمي، انا بدي احس بنكهه الباذنجان. يعني انا وقت يتقدم لي متبل ما معمول بالمكسر او بالخلاط يعني بحسه فائد نكهته، وين نكهه الباذنجان؟ هذا ما له حمص حتى ينعمل ناعم. هاي الخضار ونحن بدنا نحس بنكهتها لهاي الخضار. فجربوا طريقتي فعلا انه ما تنعموا كتير للباذنجان، بس هيك على السكين نعموا قد ما بدكم على السكين، بس ما تطحنوا. اول شيء رح اعمله هو اني احط الثوم، نزل عليه الثوم، هو الثوم اساسي بهاي الوصفه بيعطيها نكهه كتير طيبه. هرس او دق لبن، قلت لكم انا اللبن بفضل يكون جامد ما يكون لبن خفيف مشان ما يصير عندي ياه مريق.
حطيت 3 معالق لبن. هذا اللبن والطحيني اختياري، يعني مش قد بتحبوا انتو يكون طعمة اللبن ظاهرة او طعمة الطحيني. في ناس تحط طحيني اكتر من اللبن، في ناس تحط لا اللبن اكتر من الطحيني. انا بفضل انه يكون الطحيني اقل يطلع اطيب. هلا بخلطهم، برش الملح بخلطهم مزبوط، ان شاء الله بفرجيكم اياه هون بمرحلة التقديم. وهلا هذا البابا غنوج بحطوا له ملح وبحطه مزبوط ببعضه من جد منظره بجنن. في ناس بتحطوا عصرة ليمون، يعني بتلبق له ما بتشكي من الشيء، كأنكم عم تاكلوا صحن سلطة وفي عصرة ليمون. أنا بحب استنكي هيك هذا الخضار، بلاقي الليمون شوي بتغير، بس كمان ظريف جربته. بس هلا هيك بيطلع كثير كثير طيب. بضيف له زيت زيتون ان شاء الله فرجيكم اياه بمرحله التقديم. انا هلا هون حطيت زيت زيتون واللحمه عم حوصهم. قلت لكم انا اللحمه اختياريه، وانا رح اعملهم بطريقه اني اعقد بندور عليهم. هلا بتشوفوها، في ناس بتحوص اللحمه تحويص بتحط على الدهون، ما بتحط اي اضافات ثانيه غير الملح والفلفل. انا هلا رح فرجيكم هذا بيعملوها كثير بالحمام، طيبه وظريفه. اهلنا كلهم كانوا يعملوها، حتى سوريا كلها يعني بيقولوا له بعطر متبل. حبصهم شوي، بدي اضيف لهم دمعة اسمر. عشان يتعقدوا بعضهم بركز منهم منيح، ان شاء الله بفرجيكم اياها بمرحلة التقديم. بعقدها شوي ببعضها، وبعدين بسكب على وجهها. وهلا بفرجيكم اياها ان شاء الله بتعملوها. بسكبها بهذا الشكل، مرتبه، منقدمها بالصحة والهنا. وإذا لساتكم عم تشوفونا هلا لسه ما حطيتوا لايك بتمنى تحطوا، وإذا ما انكم مشتركين بتمنى تشتركوا بالقناة وتساعدونا نوصل ل5000 وتكبر عيلتنا. وهيك كانت نهاية وصفتنا لليوم، بتمنى تعجبكم. وطبعا التزيين بيرجع لكم، كل واحد بزين بالطريقة اللي هو حابة. أنا بحب أحط حب الزيتون على المتبل، والبابا غنوج بحب هيك زينه بالخضار، بتحبوا تزينوه بعروق نعناع بقدونس شو بتحبوا. هذا كله يعني، او حتى بندوره تشرحوها وتظبطوها، فيكم تزينوه بالطريقه اللي بدكم اياها وتقدموه بالطريقه اللي بدكم اياها. واذا لسه لهلا عم تشوفونا ما حاطين لايك وما انكم مشتركين، بتمنى تشتركوا القناه وتوصلونا ل 5000 مشترك وتحطوا لايك. وان شاء الله اي اقتراحات بتقدموا لي اياها لطبخات ان شاء الله بطبق لكم اياها القناه وما بتردد باذن الله تعالى. لا تنسونا من الدعاء لنا وللأهل بالرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.